أهلا بيكم في مدرسة المكرمية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ورقة الشجر المشغولة من الداخل. زي ما انتوا شايفين أنا عاملة اتنين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. الفرق بينهم إن الصغيرة أنا عملتها بنوعين من الخيط وكل واحد فيهم لونه مختلف، أما الكبيرة أنا عاملها بنوع واحد بس من الخيط. طب إيه الفرق؟ ليه في واحدة كبيرة واحدة صغيرة؟ الكبيرة أنا عملتها بخمس خيوط، أما هتلاقوا حتى المعين بتاعها كبير، أما الصغيرة فأنا عملتها بثلاث خيوط بس، فهتلاقوا المعين اللي أنا اشتغلت بيها صغير. لو بصينا كل معين من جوه هنلاقي فيه عقدة مربعة. في الكبيرة العقدة المربعة مشغولة بثمان خيوط، في الصغيرة العقدة المربعة مشغولة بأربع خيوط، عشان كده دي كبيرة ودي صغيرة. الكبيرة عملتها على حلقة خشب، الصغيرة عملتها على فتلة واحدة من اللي شغالة بيهم. هنا هتلاقوا الشراشيب ديت، ده نوع، دي فتلة واحدة بس ولكن سميكة، هنا ثلاث فتلات ولكن الفتلة رفيعة. انا في الفيديو النهاردة هشتغل معاكم الكبيرة اللي هي بالخيط النوع واحد بس. هي الورقة دي طولها كله 20 سنتي، الشغل اللي فيها طوله 15 سنتي. طيب انا هحسب ازاي الطول الخيط اللي انا هشتغل بيه؟ انا هشوف الشغل بتاعي قد ايه. الشغل بتاعي 15 سنتي، خلاص انا هضرب 15 سنتي دول في 8، 15 في 8 ب 120 سنتي. طب في شراشيب نازلة منها، اذا الشراشيب ديت 5 سنتي، انا هضربها في 2 تبقى 10 سنتي، يبقى انا محتاجة 5 خيوط طول كل واحد منهم 130 سنتي. طب انا هشتغل بال 130 يعني كل فتلة؟ لا، انا هتني بعد كده الفتلة بتاعتي، يبقى انا شغالة بخمس خيوط 130 سنتي، لكن لما اتني الفتلة الواحدة هتبقى 65 سنتي. هركب الخيوط بتاعتي بعقدة التثبيت على الحلقة الخشب، وبعد كده هحاول اشتغل على المكتب كده. انا لزقتها بسلوتيب عشان اجرب الطريقة دي. هقسم الخيط اتنين وهشتغل عقد مزدوجة مائلة. هاخد الفتلتين اللي في النص دول، هاخد واحدة منهم يمين وواحدة منهم شمال، فهيتبقى لي اربع خيوط يمين واربع خيوط شمال، يعني انا هعمل على كل طرف منهم اربع عقد مزدوجة مائلة. طبعا العقد ديت رايحه ناحيه اليمين. طبعا احنا اتعلمنا ازاي نعمل العقده المزدوجه المائله، هتلاقوها في فيديو الجزء الثاني من العقد الاساسيه في البلاي ليست اللي اسمها عقد المكرميه الاساسيه. انا كده بعمل اربع عقد مائله مزدوجه على الفتله اللي رايحه ناحيه اليمين. الطريقه بتاعه اللزق دي بصراحه ما عجبتنيش، ان انا الزق الحلقه كده، يا اما انا عملتها غلط مثلا، اللزقه كانت قصيره او كده، فانا شلت اللزقه بقى بعد كده واشتغلت على لوح السباحه زي ما بعمل كل مره. لوح السباحه بالنسبه لي افضل طريقه، لان انا بثبت الخيوط بدبابيس في اللوح، فالخيوط بتاعتي ما بتتحركش. هثبت كل فتله بدبوس. انا خلصت الناحيه دي، اروح الناحيه الثانيه بقى اعمل عقد مزدوجه مائله رايحه ناحيه الشمال. بعد ما اخلص العقد المزدوجه هيبقى فاضل لي في النص، يعني انا خدت فتله يمين وفتله شمال، ففاضل في النص كام فتله؟ اربع يمين واربع شمال، يعني 8 فتلات. الثمانيه دول هشتغل بيهم عقده مربعه واحده بس في النص، لكن مش بفتله ويمين وفتله شمال، لا انا هاخد فتلتين يمين وفتلتين شمال واشتغل على اربع فتلات في النص. اهوت اخدت اتنين يمين واتنين شمال وفي اربعة في النص، هعمل بيهم عقدة مربعة، عقدة واحدة بس. هرجع بقى اقفل شكل المعين بتاعي، يعني الفتلة ديت هتبقى رايحة ناحية اليمين. هعمل اربع عقد مزدوجة مائلة رايحين ناحية اليمين،
ونراعي بقى ان الضلع ده يكون موازي للضلع التاني اللي هو قصاده. وده بعمله ازاي؟ ان انا وانا بميل الفتلة بتاعتي يبقى ميل الفتلة موازي لميل الفتلة اللي قصادها. انتوا عارفين شكل معين بيبقى فيه 4 اضلاع كل ضلعين قصاد بعض متوازيين. كده انا بعمل عقد مزدوجة مائلة رايحة ناحية الشمال. انا خلصت 4 يمين و4 شمال. اقفل بقى المعين بتاعي فتلة منهم على التانية. ونراعي احنا مثلا هنعمل 3 معينات في كل مرة، يبقى اتجاه قفل المعين بنفس الاتجاه ده عشان يبقى شكل معينات الوحدات بتاعتي افضل. هثبت بدبوس واشتغل تاني نفس اللي عملته فوق، هكرره بقى مرتين كمان. يعني انا هعمل في الريشة كلها او ورقة الشجر كلها يبقى فيها 3 معينات. ونراعي ان الاضلاع تكون موازية زي ما احنا بنعمل كده عشان يبقى الشكل مظبوط ومنتظم. خلصنا المعين التاني، هنكمل المعين التالت. كده احنا خلصنا ال3 معينات. عايزين نعمل بقى الشراشيب زي ما انتوا شايفين كده. انا بجيب كرتونة والف عليها الخيوط. الكرتونة ديت يعني 7 سنتي، سمكها 7 سنتي. فانا لما اعمل كده واقص الخيط يبقى الخيط عندي 14 سنتي، كل فتلة 14 سنتي. هاخد بقى الفتلات بتاعتي دي واتنيها واثبتها بعقدة التثبيت في الخيوط الجانبية من ورقة الشجر زي ما انتوا شايفين كده. الوحدة الاولى اللي فوق ديت انا هحط فيها 3 خيوط. انتوا ممكن تحطوا فتلة واحدة بس كده او ممكن تاخدوا فتلتين مع بعض في كل مرة. يعني انا مثلا هحط 3 فتلات فوق بعقدة التثبيت، انتوا ممكن تاخدوا كل فتلتين مع بعض وتحطوهم، يبقى انتوا حطيتوا 6 فتلات عشان يديكوا شكل ممتلئ شوية للخيوط الجانبية، بيبقى شكلها احلى بصراحة لما يبقى الخيط بتاعي سميك، فبيبقى الريشة بتاعتي او ورقة الشجر بتاعتي بتبقى فلافي كده وشكلها جميل. تاني جزء هنا انا حطيت فيه 5 خيوط بس، الاخير برضو حطيت فيه 5 خيوط. يبقى انا استعملت كده 13 فتلة، كل فتلة متنية 2، 3 فوق و5 تحت و5 في النص. يبقى الناحية دي عملت فيها 13، هروح الناحية التانية اعمل نفس اللي انا عملته في الناحية دي. كده انا خلصت، هقص بقى الخيط الزيادة بحيث يبقى الخيوط بتاعتي تقريبا طول بعضها. ابدأ بقى اسرح الخيط بتاعي زي ما قلنا بمشط ضيق. التسريح بقى بيبقى عايز شوية صبر، مع ان الخيط بتاعنا ده سهل ان هو يتسرح، في خيوط تانية بتكون صعبة شوية في التسريح. كده انا خلصت التسريح، بقى ابدأ اقص بالمقص. نساوي الخيط كويس كده واحنا قبل ما نقص. بنقص بنفس شكل ورقة الشجر. وما تخافوش يا جماعة وانتوا بتقصوا، يعني لو انتم قلقانين ان الشكل بتاعكم يطلع مش مظبوط، ممكن تعملوا كرتونة على شكل ورقة الشجر وتحطوا عليها الريشة بتاعتكم وتقصوا بنفس شكل الكرتونة اللي انتوا عملتوه. هنساويها كويس وتقريبا كده احنا خلصناها. ممكن بقى ترشوها بسبراي شعر اللي هو مثبت شعر، او في اللي هو نوع معين كده اسمه فابريك ستيفنر بيخلي القماش ناشف شويه. ده انا بعمله في البيت، هبقى اعمله لكم في فيديو برضو واوريكم بيتعمل ازاي. انا ما رشيتهاش، هي قدامكم اهيت زي ما هي من غير ما ارشها، شكلها جميل جدا وينفع تبقى معلقه لوحدها كده او ممكن احطها مع معلقه تانية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.